يا دكتور، ايه الاخبار؟ الحمد لله ضغطها ابتدى يتظبط. يا سوسو، انت كل مره هتقعي انت كده ومحاليه الاسعاف، هنجري وراكي من ايه؟ مش قادره استحمل يا سماح. يا رب كده ليه؟ يا محمد روحي يا حبيبي انت ومالك على المطبخ، شوفوا الحاجات بتاعتها اللي هناك دي. حاضر. اللي شفته كان شيء فظيع يا سماح، شيء فظيع. يا رب يا رب. الكلام ده ايه اللي بتقوليه ده؟ مش ممكن يا سماح، كأني بشوف ابني بيتقتل في اللحظة دي نفسها. شفته بعناية بيتقتل، شفته بعناية بيتقتل. البلد دي بقت تحصل فيها حاجات غريبة، كل يوم مصيبة جديدة، بس المحامي بتاعها هيجيب له حقه. شفتيه وهو واقف وحواليه ناس بالملايين عمالين يقولوا ايه؟ دمك مش هيروح حضر، دمك مش هيروح حضر. هجيب حقه يا صاحبي. صباح الفل، صباح الخير. ازيك يا سماح؟ خليك خليك مستريح. هشوف الولاد في المطبخ. ايه سوس؟ يا جميل اخبارك ايه؟ كده تكذب عليا يا صلاح؟ انا اسف ما قدرتش اقول لك ايه، بس مش حاجه تتقال يعني. ايوه شفتهم، هقطعهم من ايديا، هاكلهم بسناني. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا معلش 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 يا حبيبي يا ابني. خلي ثقتك في ربنا كبيره. يا رب يا رب. وانا يا رب. على فكره انا اقتنعت بحكايه الشغل دي، هشوف الشغلانه بدل القعده الممله اللي احنا فيها دي. حبيبي أحمد، حبيبي أحمد. محمد مش ممكن صينية من عندك؟ حاضر. أو أيوة يا بنتي، أنت فين؟ طيب خلاص أنا 5 دقايق نزلك على طول. خلاص يلا باي باي. مش ممكن العيلة؟ أوكي. أصحابي جم تحت ولازم أنزل حاجة بسرعة جدا وأنزل لهم. أنا معاك يا ترتب دول معايا؟ يلا. اوكي. طب مش عندك النهارده كلية ولا ايه؟ لا كلية ايه بقى؟ ما ينفعش اسيب ماما واروح كده يعني. يا مالك لسه ما خلصتيش، صحابك عاملين غيرها تحت. خلاص خلاص يا ماما خلاص، انا بلم الحاجة اهو نزلهم على طول. وانت مش رايح كليتك؟ ما انا لسه كنت بتكلم مع مالك اهو يا طنط. مش عارف يعني، ما مستاهلي، مش هينفع اسيب ماما تعبانة واروح الكلية. لا 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 مفيش الكلام ده، كده تتعب اكتر. ما تقلقش انت، روح كليتك، خد بلطيك ومحاليلك وجراثيمك وروح على الكلية. ولو على ماما أنا قاعدة على دماغي. طيب. طب ما هي معنى الكرنفال. كرنفال إيه واحتفالات إيه؟ هو يروح كليته وأنت تسيقي مع صحابك. طيب مش عايزين مني حاجة أنا؟ سلامتك يا حبيبي. باي باي. بس دي حاجة الناس. حاجة الناس لازم أشم معاها وأشوف عاملاها كويس ولا لا. هي حلوة زي الفل. طب وصاحبك التاني فين دلوقتي؟ ما تشغلش دماغك بيه، أنا متوي عندي. المهم دلوقتي أنا عايزك تركز معايا كويس. قول. الواد ده أنت شفته في الكامب قبل كده؟ لا والله يا حس. بص كويس اتاكد. ايوه انا عمري ما شفتها ولا كده. طب مفيش حد كان بيجي يسال على قاسم من ورايا في الدره وانت مش متعود تشوف في المكان؟ ما انت سالتني السؤال ده قبل كده يا ريس وقلت لك مفيش حد غريب كان بيجي، حتى الناس اللي كانت بتيجي من عند الترابيل كلهم معروفين. ناس مين يعني؟ افواج؟ مش بس الافواج، كان في راجل ده اللي بيجي. راجل مين؟ مره الواد سيد قال لي في واحد جاي يسال على مصر قاسم. قلت له بص شوف عزت. عزت ايه يا عزت؟ حاف كده. سوري يا ريس، الباشا بيسال على مستر قاسم. ده ايه البدله اللي داخل علينا دي؟ ربنا يستر. طب روح انت لدهله. هنا يا ريس. بسرعه. صباح الخير. صباح النور. عندي ميعاد مع الاستاذ احمد قاسم. اهلا وسهلا يا باشا، احنا بعتنا له، ولا تحب سيادتك نروح له كابينه؟ انت اسمك ايه؟ عزت يا فندم. ينفع يا عزت نسيب المكان الجميل الرائع ده ونروح نقعد في اوضه مقفوله؟ ده حتى حرام. لا يا باشا ما يصحش. سيادتك تشرب ايه؟ لا لا ميرسي قوي.
المكان هنا شغال كويس؟ اه الحمد لله ماشي الحال. الافواج بتجي لنا لما يبقى في رجل. والافواج كلها بتيجي من شرم؟ على حسب، في وفي، وفي اللي بيجي لنا طوالي من مصر. انا سمعت انكم بتعملوا بزنس كبير قوي مع شركه الترابيلي. والله يا باشا بالنسبه لشركه الترابيلي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. تسال في الكلام ده مستر قاسم او مستر حسام. اكيد يا عزت اكيد، بس المكان لذيذ وظريف قوي. اه يا باشا احنا في خدمتك. اه مستر قاسم جالك اهو. اهلا يا قاسم. اهلا. ازيك يا شباب؟ اهلا اهلا. ايه الزياره المفاجاه دي؟ مش روح عايز تشوف اللي وراك. فول يا اكس، بعد اذنكم. ايه بقى؟ انت مش هتكلمني صاحبتك في اللي اتفقنا عليه؟ لا مش هكلمك، وانت عارف ليه كويس. عارف بس مستغرب لصراحتك. ليه؟ انت من ساعة ما عرفتني سمعت عني اني بياع او ممكن اجي على حق احد؟ لا طبعا، بس برضو عارف انك ذكي وبتاع شغل. لا لا لا، انا مش ذكي ومش بتاع شغل. انا هشتري نصيبك في التوكيل الصيني، هديك مليون دولار. مين قال لك اني عايز ابيع؟ كده كده انت متضايق لليلى عشان تشارك حسام في الكامب. متضايق لليلى اه، بس الحمد لله بسد اول باول. الكامب شغال زي الفل اهو، يعني سنه بالكتير ان شاء الله وهصدق كل اللي عليا. الكامب جميل ما قلناش حاجه، بس لو جرى له حاجه. يا حلاوتكو، هما باعتينك عشان تهددني؟ انت مجنون ولا؟ فضلت ابص عليهم كل شويه من بعيد. الحوار كان شكله عادي. مفيش شك ان اللي بيحصل ده من مصلحتي، وانا عايز مصلحتي، بس برضو مصلحتي هي مصلحتك. طبعا الفلوس افضل بكتير قوي من انك تبقى متضايق لليلى. بص يا شباب، انا هوفر عليك. انا عرفت ناس اعفن منك بكتير واذكى منك، وشفت ايام اسوأ من دي بكتير. مش هيجي واحد زيك على اخر الزمن ويقول له دراعي. اتكل على الله يا شوقي، وانا ليا كلام تاني مع صاحبك. على فكره لطيف قوي، شيك قوي الكامب، خلي بالك منه. شويه كده الراجل وقف سلم على قاسم ومشي. اللي لفت نظري انه كان لابس فورمال، مش لبس واحد جاي يقعد في كامب. انا افتكرته تبع السياحه، عشان كمان سال على شركه الترابيلي، ما عرفتش اسمه ايه بالكامل. بس قاسم الله يرحمه كان بيقول له يا شوقي. ها كريم، لا والله العظيم ما فيش حد. يعني هتفضل مستخبي في الشارع؟ ما تيجي يلا تعالى بسرعه انجز بقى. سلام. مدام ليلى. نعم. محمد قاسم جه امبارح وخد مفاتيح الموتوسيكل. يعني ايه اخد مفاتيح الموتوسيكل؟ انا ما عرفتش اتصرف معاه، هو كان عمال يزن ومش عارف يوصل له. وانت من امتى بتتصرفي من دماغك؟ انا اسفه. روحي. ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه. في ايه؟ يعني ايه مفيش حاجه؟ قتلت واحد وانتوا مش واخدين بالكم؟ مين قال ان احنا قتلنا حد؟ انت هتلبسينا تقوم على الفاضي؟ انت عارف ان طارق لسه مكلمني دلوقتي بيقولوا لي انهم بيدوروا عليك انت وحسام سبب المصايب كلها؟ طب ممكن نطلع نتكلم فوق عشان ما ينفعش اقف هنا؟ ممكن؟ اتفضل. كل اللي حصل ان احنا عرفنا بيت صاحبه مودي اسمها ناتاشا، ورحنا لها في الزمالك. ايه؟ ميته؟ حاضر يا سيدي. برنس مصر. ايه ده؟ ده مصري ونلت ايه؟ راح فين يا عم انت؟ ايه يا عم ده بدل ما تقول لي. معلش إيه؟ احتياط. عينك على البنت دي يا كريم. تمام. فين؟ انتوا عاوزين ايه؟ مبدئيا كده انا عايز العقد بتاع شقه امي، وهتتلكع يا رب هعورها. انت كل مره بتخلع مني، المره دي ما فيهاش روح امك. لا 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 لا، العقد بقى ده فيه امك وروح امك يبقى في الشنطه. بص يا كريم. بص يا كريم. اتحركش يا ياض. حاضر حاضر يا سيدي. لقيته؟ ركز يا كريم. ده مش عقد امك بس، ده في عقود تانية كتير. ايه العقود دي كلها؟ عقود شقق يا عم. شقق ايه؟ شقق اللي هي اصحاب شركات. بتبيعها لمين وشركات ايه؟ قتلت عياط. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شغل العبط اللي انتوا بتعملوه ده مش هيودينا في حته، هيموتنا احنا التلاته، افهموا. زي ما مات احمد قاسم؟ الله ينور عليك. زي صاحبك اكس. بقول لك ايه؟ مين هو عقود احمد قاسم يا انت يا قلق؟ عشان انت بقى نقعد نتكلم زي الرجاله ونسيبنا من الكلام الفارغ اللي احنا فيه ده. طب اقعد ارحم امك. امك امك. هقعد يا سيدي. انت لسه هتشرب؟ ما تلغي يا ياض. الغي؟ اسمع يا سيدي، احمد اسمه كان بيدخل المخدرات بس ما كانش بيوزعها. كان بيدخلها ازاي؟ في الموتوسيكلات يا ناصر، في الموتوسيكلات بتاع التوكيل بتاعه الصيني. وعلى فكره
انا اللي عرفته من الناس اللي جابوا له التوكيلات. شاوي حسين مش كده؟ مين بقى دي الواد ده؟ انا زي ما اعرفوش الا اسم بس. ده حتى الله يرحمه بقى مطرح ما راح ما كانش عارفه هو الاخر. ليه؟ شبح؟ يا عم مش شبح ولا نيله، ركز معايا. فاكر يوم الحادثه بتاعت خالد وقاسم؟ جالي واحد اسمه وائل عبد الصمد. اسمه ايه؟ وائل عبد الصمد. جه عشان يشتري مني شقه بورسعيد. قال ايه البيك اللي عاوز يعملها شركه توريد موتوسيكلات صيني؟ وماله؟ ما علينا، اديته الشقه. هي الراجل اتكعبل في شويه حاجات وكان لازم يطير. احلوت في عيني السمسره، احلوت في عيني. فرحت متكلم في قاسم على طول. الحمد لله على السلامه يا اكس. شكر. هو خالد كده خلاص جد؟ انت جايبني هنا ليه؟ عشان على الورق لسه في بيزنس ما بيننا. مفيش زفت منه. لا هو خلاص بتباع. يعني الاتفاق اللي بيني وبينك ما عادش له اي 30 لازمه. كلام ايه ده يا معلم؟ اولا الاول هجيب حد من حبايبي يشيلها ويأمنها لحساب. يعني خلاص الموضوع مش هيخسر قوي يعني. بقول لك ايه؟ من الاخر كده انا مش هشارك حد، ولو حتى فكرت اكيد مش هيبقى انت. طب ليه بس كده؟ عشان انت عيل غشيم. بص يا نوري، انا هجيب لك من الاخر. لو هتخلص في القهوه انا ما عنديش مانع. هكلم لك ليلى، هي صاحبه حق خالد في البيعه. لو هي موافقه انا موافق، غير كده بقى ما تصدعنيش. طب انا عندي فكره ثانيه. هديك فكره صغيره. ارغي. مشروع محتاج حد يكون عنده توكيلات. ركز معايا. في مخزن بتاع ناس واخدين قروض وهربانين بره، تمام؟ المخزن ده مليان موتوسيكلات صيني، والحكومه هتعجز عليه. العبد لله بقى يقدر يخلص لك الموضوع ده وتاخد الموتوسيكلات لحساب. بس انا ليا نسبتي. يا ناصح، طب ما تشيلش انت الليله من بابها ليه؟ مستنيني في ايه؟ يا جدع ما تبقاش كده. لو خدت انا الموضوع من بابه هخش انا واهلي وعيلتي في مشاكل. انما لو اخده واحد صاحبي كده مستجدعه خلاص، يبقى انا نصيبي محفوظ. ما تكلم لي، افتح معاها الموضوع. الشغله الاولانيه كانت جايه فاضيه، بعد كده كانت جايه متعبيه، وانا كنت باخد نصيبي من الموتوسيكلات المتعبيه لغايه ما ظهر لنا الله ينتقم منه سيشاوي بيه، وقال لنا انا معايا ورقه وديك انت واحمد قاسم في 60 دقايق وفيها لغفيكوا انتوا الجوز. انت كذاب يا كذاب. كذاب بقى ولا مش كذاب؟ ولا تصدق ولا ما تصدقش اضرب دماغك في الحيطه. دي ما بقتش مشكلتي انا، دوري انتهى من اول ما احمد قاسم ما مات. العبيط كان عاوز يهد كل حاجه احنا عملناها، عشان كده كان عاوز يجي مصر. يا ابن احمد قاسم كان عامل كل اللي انت بتقوله ده، انا اول واحد كنت هعرف. انت مجنون؟ تعرف بأمارة ايه؟ ها؟ بأمارة صاحبه اللي باع فرح الطرابيلي اول ما اخد الكامب، ولا صاحبه اللي صدره مع عم محمود وسابه؟ انت جبت الكلام ده منين يا؟ جبت الكلام ده منين يا؟ انت فاكر نفسك يا حسام صاحبه القديم بجد ولا ايه؟ حسام مصري انت حاجة تعرف. على فكرة انت وقعت كده في الطريق الغلط مع الناس الصح. عشت لك يومين وانا شايف ان اليومين دول خلص خلاص. حسام فوق فوق هيموت هيموت يا سي وقع سي هيموت يا في الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك ولو قلت لك ما نطلعش لو قلت لك ما نطلعش الله يخرب بيتك مفيش حاجة يا الواد مات بس ما ماتش اهدى قوم يا قط يا نهار ابيض قوم يا قط قوم يا قط يلا مش هيقوم ادي كل الحكايه يعني احمد كان بيستغفرني وبيدخل الكوكايين في الموتوسيكلات حاجه زي كده بس هي دي الحقيقه. والراجل اسمه شوقي اللي كان بيجي ده هو مندوب الشريك الاساسي. ودي ده عيل صغير حته سمسار. مين الشريك الاساسي؟ واضحه زي الشمس يا ليلى. مين يا كريم؟ مين اللي يقدر يدخل ويخرج كل حاجه زي ما هو عايز من غير ما حد يقول له تلت التلاته كام؟ ناس في الحكومه يا ليلى. يعني ممكن توصل بيهم للدرجه انهم يدخلوا كوكايين ويبيعوه للناس؟ يعملوا اي حاجه. اي حاجه عشان يغيبوا عقول الناس عن المشاكل الحقيقيه اللي بتحصل.
لما رحت عند مودي في البيت شفت ورق يوديهم في 60 داهيه. دول كانوا بيشتروا الشقق بالغصب بنص ثمنها ويرجعوا يبيعوها تاني. كانوا بيأجروا شقق عشان يتاجروا فيها المخدرات والحشيش والحاجات اللي كانوا بيجيبوها، وبيجيبوا نسوان من روسيا، قال يعني تنشيط للسياحه. ده ايه الجبروت ده؟ بقول لك ايه؟ انا ربنا ستر معايا المره دي انا وحسام وما حصلناش حاجه، لكن انا خايف بجد ان احنا نتقتل. انا لازم امشي. طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ ما اعرفش بس ساره لازم تبطل كتابه، وانت كمان لازم تفكري انك تبيعي التوكيل ده. انا لو مكانك هعمل كده. طب كريم ما تكلم شريف وتسلم نفسك. انت اتجننتي يا ليلى؟ عايزاني اكلم شريف واسلم نفسي عشان يعمل فيها زي ما عملوا في احمد قاسم؟ انت بتقولي ايه؟ انا هختفي. ليلى عشان خاطري خلي بالك من نفسك وفكري في موضوع بيع التوكيل عشان خاطري. سلام. شوارع فرح، الشوارع كلها ناس، كلهم بيهتفوا باسم قاسم. الناس خلاص مش هتسكت. كان نفسي تكوني معانا، كان نفسي. انا متاكد لما تفوقي هترجعي فرح بجد، مش اسمه بس. ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ الظاهر ان خلاص الناس ابتدت تفوق. على فكره حسام اتصل بيا وقال لي انه قاسم كان متورط مع الاسم مودي ده في موضوع المخدرات، وان الشريك الاول في الموضوع الحكومه. الحكومه؟ ايه ده؟ ازاي؟ احنا كمان هنصدق الصايع ده اللي اسمه حسام المصري؟ اللي يقدر دلوقتي يوضح لنا حقيقه احمد قاسم هو فرح. وعلى فكره حسام قال لي حاجه كمان مهمه جدا. قال لي ان شوقي راح لقاسم قبل الحادثه وجاب سيرتك في الموضوع، وقال ان الافواج اللي كانت بتيجي عن طريقك انت. محمود بيه، يا ريت بقى تكشف وراك يعني عشان اعرف راسي من رجليا. يا ريت. اوكي يا طارق، اتفضل معايا. اتفضل. وانا قدك في السن كان عندي رغبة شديدة إني أبقى غني. فكرت في السفر، فكرت في إيطاليا. إيطاليا أرض الفرص، وسافرت إيطاليا. اشتغلت كل الشغلانات اللي ممكن تتخيلها. ما خليتش شغلانة وما خليتش بلد في إيطاليا إلا لما اشتغلت فيها. الفلوس جريت في إيدي، وكل ما اشتغل شغلانة الفلوس تكتر، لغاية ما في يوم كانت الدنيا زحمة والبلد سهرانة. في الزحمة دي قابلني واحد مصري وقال لي انت مصري مش كده؟ انا جاي مصر واعمل شغل هناك، وعايزين واحد فاهم الناس كويس. قلت له انا موافق، أنا موافق قوي. اكتشفت إيه بقى؟ إن الراجل ده مش هو اللي جاي يعمل شغل، في حد أكبر وراه، واللي أكبر في حد أكبر وراه. دايرة ما بتخلصش يا طارق. المهم ما طولش عليك، لما الدنيا وسعت كانوا عايزين يشتغلوا في السياحة. أنا بقى اللي وقعت عليا عينيهم إني أشتغل لهم في السياحة. أنا معايا فلوس كتير، مش مهم الفلوس جت منين، المهم إنهم يدوني الأراضي دي كلها عشان أشغلها. أنت هربت منهم يا طارق ولسه بتحاول. صاحبك هرب منهم هو وفرح، قتلوه. أنا وأنت مش بعاد عن بعض زي ما أنت فاهم.
الفرق بيني وبينك اني طمعت وخفت. محمود بيه، انا خايف على فرح. وانا خايف عليها، عشان كده لازم تتصرف. ماشي، الحل ايه دلوقتي؟ الحل اني لازم اضحي علشانها. انا هروح لهم كل شوية يبقى لهم وش زي كده زمان. المهم انك ما تسيبهاش المرة دي. تقدر توعدني بده؟ أوعدك، أوعدك يا محمود بيه. أنا لا يمكن أبطل كتابة، بس لو كملت هقول إيه في الآخر؟ إكس كان بيدخل البلاوي دي كلها. لا يا سارة، ما بقيت عارفة أصدق مين. هو ممكن قاسم يكون عمل فيا كده؟ أنا كنت فاكرة إنه غلطة وقع فيها، بس الظاهر إن إكس كان بيضحك علينا كلنا. ليلى، كريم كلمني. أنا قلت لك من الأول الحقيقة صعبة. خالد، أنا قررت أبيع التوكيل. يعني إيه تبيع التوكيل؟ يعني إن أنا لو اتدبست في موضوع المخدرات ده أقل واجب إن أنا أنضف اسم أبويا. ما تستعجليش، أنا مش هسيبك. أنت سبتني قبل كده. كنت مجنون وقارد. خالد، أنت الوحيد اللي ممكن تساعد كريم. من فضلك أقف جنبه. الحل الوحيد، كريم لازم يسيب مصر. زيك ها؟ أيوه. حتى لو كان مظلوم. أنا كمان كنت مظلوم، وعملت كده عشان كنت أقدر. تقدر على إيه؟ كنت أقدر أخبي حقيقة إكس، كنت أقدر أعمل كده. كريم لسه عنده فرصة. أنت هربت عشان كانوا هيفتشوا القهوة، ولما كانوا هيدوروا وراك في الحفلات اللي بتعملها كانوا هيلاقوا بلاوي. ما تعملش نفسك بطل على حس إكس. الله يسامحك يا سارة هانم، بس أنت ليه بقى متضايقة قوي كده؟ وأنت كنت أكتر واحدة بتزني على جوزك عشان تسافر وتهجي. زيك، كنت مجنونة وعقلت. زي حلوة. ازيك يا عمي؟ اهلا يا طارق. زي ما انت. معلش جيت لك من غير ميعاد. ده بيتك ومطرحك، تيجي في اي وقت. اتفضل يا عمي، اتفضل. اخبار طنط سعاد ايه؟ لسه تعبانه برضو؟ الله يا ابني، اللي شافته محدش يستحمله، ربنا معاها. عندها حق برضو، اللي هي فيه مش شويه، بس ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا صبر وقوه يساعدنا على اللي احنا فيه. صبر وقوة. أنا صبرت كتير. بص يا طارق، أنا جاي لك عشان نستأنف القضية. عايز أرجع أرضي. عايز ترفع قضية على مين يا عمي؟ على الطرابيلي واللي معاه، اللي قتلوا ابني. بص يا طارق، إحنا عرفنا الحقيقة خلاص. القناوي المرة اللي فاتت قدر يلبسني التهمة ويستولى على الأرض. أيوة يا عمي، بس دي قضية مش مضمونة ومحتاجة نفس طويل. وأنا نفسي طويل يا طارق. حتى لو مت، أحمد قاسم مش أحسن مني يا ابني، مش أحسن مننا كلنا. وأنا جاي لك دلوقتي في شارع الشيخ ريحان، لقيت ناس نايمة في الشوارع، عمال غلابة وشايلين يافطة، فيهم واحد شايل يافطة معلقة على صدره، عارف مكتوب عليها إيه؟ أحمد قاسم ابني اللي طلعت أضعف منه، وهو ميت أقوى مننا، ابني اللي قدر يكتب اسمه على الحيطان وعلى الشوارع ويخش البيوت ويصحي الناس. لقيت شباب زيه واقفين في الشوارع وفي الميادين على كلمة واحدة، الحق والأرض. فكرني بأيام الحرب لما كنا كلنا على كلمة واحدة، الحق والأرض. وانت جاي تقول لي خسارة؟ ده الشرف في خسارة زي دي أحسن بكتير وتمنه أكتر بكتير من قضية كسبانة. أنا آسف يا عمي، أنا آسف جدا. أنا ما أقصدش أهبط عزيمتك، بس أنا متفاجئ بالقرار ومبسوط من حماسك، مبسوط جدا يا عمي. خصوصا كمان إن النشأة والطرابيلي خلاص بيقعوا في بعض. لازم يقعوا في بعض. فلوسهم حرام يا ابني، من دم الناس الغلابة. أنا بدافع عن حقي، عن أرضي، عن ابني اللي مات. ماشي يا عمي، ماشي. إحنا كده محتاجين ورا القضية القديمة. وأنا معايا المرافعات بتاعت القضية ديت، معايا المرافعات. المرافعات اللي كنت بكتبها ضدك وأنا مش فاهم أي حاجة. كنت حمار وغبي ومش فاهم أي حاجة يا عمي. أنا آسف. ولما عرفت الحقيقة كنت عايز أقول لكم، بس كان خلاص الوقت فات.
المرة دي هتكتبها معايا في صف الحق. يا بابا عمر فين؟ نعم؟ يا خسارة وحشني، كنت عايز اسمع صوت. عمل ايه معاك النهارده؟ جد؟ اه اتعلم الحاجات دي في المدرسة. يا شايبيه هكلمك بعدين. مساء الخير يا فندم. عبد الفتاح رجب عامل قليلة. طبيعي يا فندم، اسمه طالع في كل الجرايد. وبعدين يا شريف، عبد الفتاح رجب وعيلته انت ما رحمتهمش، ناوي تعمل ايه بعد كده؟ انا ايه علاقتي باللي حصل؟ ايه علاقتك باللي حصل؟ مش انت ركبت دماغك وجريت وراه؟ وكشفت سقاره ومحمد؟ وكنت السبب انه يهرب في شقه الزمالك مع الست الروسيه؟ قصدك ايه يا فندم؟ انه اتقتل من جوه؟ المباحث لقت بصمات حسام المصري عنده في البيت. يبقى خلاص، حسام المصري هو اللي عملها. ويمكن مش هو. هيطلع هو يا شريف. يا باشا مش انا اللي وصلت لده، احمد قاسم هو اللي وصلني. احمد قاسم مات يا شريف، مفهوم؟ عن اذنك. ايه نشاط بيغم عليك ولا ايه؟ عادي. في جديد؟ لسه مش لاقيين كريم جورج، بس الجيران اللي شافوا حسام المصري وطالع النمودي بيقولوا انه ما كانش لوحده، كان معاه حد. اكيد هو. يبقى كده الوقت انتهى خلاص. تفتكر دي اخرته؟ وعندي ليك خبر تاني، هناء ام حسام المصري مش لاقينها. ازاي يعني؟ البواب بيقول ان شافها نازله وحسام معاه شنطتها. مش بس كده، عقد الشقه طلع باسم محمد رجب، يعني هناء بعت الشقه المودي. تفتكر حسام يكون عارف وراح ينتقم؟ يقوم ياخد معاه كريم جورج؟ ليه لا؟ لا لا، الموضوع فيه حاجه غلط. انت بتفكر فين؟ كريم جورج، حسام المصري، دوروا على مودي عشان يفهموا موضوع احمد قاسم. تمام؟ ومودي اتقتل في شقه البنت الروسيه ناتاشا. مودي ملوش بيت، كل شويه يتمصلح على واحده ويرمي الشقه. نسوان كبيره واحده ورا واحده. احنا ممكن ندور على العقود دي في شهر العقار. ممكن طبعا، خصوصا لو بيبيع شقه وبيأجرها، ودلوقتي كل حاجه بقت على الكمبيوتر. احنا لو عملنا كده ممكن نلاقي اربع خمس شقق باعهم مودي. وارد جدا. بقول لك ايه، هاتي بقى الظرف ده عشان ادهولها انا. ايه ده؟ طبعا انا اللي هديهولها. يا بنتي هات الظرف عشان ادهولها. ايه انا اللي عامله شغل النهارده؟ انا اللي هديهولها. يا امك ولا امي؟ الله ما يزوم انا كمان. عامل الغاغه ليه؟ عمال بتضايقني يا ماما. هو اللي بيضايقني يا طنط. اكيد هو اللي بيضايقك، ساتر عليك. الله. مالك يا ملك؟ لا ولا اي حاجه، اتفضلي بقى. احنا خلصنا كل حاجه النهارده تقريبا في ساعتين، والناس فضلت تسال على الشغل كتير جدا، كان نفسنا نعمل اكتر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا ده انا مش هخرج من المطبخ بقى، ده انا هعمل قد اللي عملته 10 مرات. هو ده؟ اه ده كده بقى المطبخ بتاعنا هيطير كمان هو اخر. يا ولا يا ولا حرام عليه، قول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. يا ما انت كريم يا رب. بجد يا بنتي يا ملك، انت ما حصلتيش وش الخير. مش عارفه اقول لك ايه. على ايه بس يا طنط؟ ده احنا فرحانين قوي. هو صحيح الموضوع يعني مش قد كده، بس هو احسن من ما فيش. اه طبعا الحمد لله احسن من ما فيش. طب بقول لكم ايه، ما تعملوا بقى انتوا كمان جروب على الفيسبوك. طب والله فكره. ليه لا؟ لا فيسبوك ايه يا ملك، انا ماليش يا حبيبتي لا فيسبوك ولا ايه. يا طنط بس عليك مالكيش دعوه باي حاجه، انا هبقى مسؤوله عن كل حاجه في الدعايه. وبما انها بقى فكره الدكتور العبقري يبقى هيساعدني. نعم انا مالي انا ومال الكلام ده، انا راجل دكتور، مالي انا ومال الكحك والبسكويت بتاعكم. الله بقى، هو ده النظام زي كان عاجبك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ امال هعمل كل حاجه لوحدي؟ بابا جه اسكت. ايه سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الورق ايه؟ كل خير الحمد لله. الورق بتاعي
بتاع القضيه لسه موجود مش كده؟ ده هو اعتقد حطيته في الدرج الاخراني بتاع المكتب. درج تعال تعال تعال، كنت مع المكتب ندور على الورق ده. لون كنت المكتب، انا مالي انا من الكلام ده يا بابا؟ هو كل حاجه محمد محمد؟ يلا يا اخي بطل لك يا عقوب. ايده تقيله قوي. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل اتفضل. انت فعلا هتبيع التوكيل للناس دي؟ ما بقاش في حل تاني يا ساره، كفايه قوي الناس اللي ماتت، مش قادره. ساره انت كمان لازم تبطلي تكتبي عن اسم. مستحيل يا ليلى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ساره انا مش مستعده ان انا يضيع مني اي حد من اصحابي تاني، وانا مش هسيب حق اسم. انا هفضل ورا الحقيقه ومش هسيب حقه، ان شاء الله اموت عشانه.